الحمد لله تم تجهيز كدفعة أولى 200 مقاتل من الجيش السوري الحر. تم تجهيز هذه الأعداد كدفعة أولى للمشاركة في مدينة عفرين. والآن عنا مسير إلى مدينة عزاز ونوعد أهلنا في عفرين قريبا إن شاء الله المسير من عزاز إلى مدينة عفرين. وتم التدريب كدفعة أولى على كافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة. Thank you.